السلام عليكم. رحلتنا باقي مستمرة. انا كاين دابا في زاكورة، هي فين وليت بنت البارح، ودابا ان شاء الله غادي نشدو الطريق لفم مزقيط. غادي نحاول انني ندوز على فم مزقيط، ومن بعد فم مزقيط تيسنت، عاد ديك الساعه نشوف ديك الساعه شلاله تيسنت، عاد ديك الساعه نشوف هنا بلاصه اللي نقدر ندوز منها. وهي زاكورة كيف تشوفوا. اليوم صراحة الله ما فقتش بكري، لأن البارح بقيت نهضر مع شي دراري، ما نعس حتى شي 12 ولا فات كاع 12 واقيلا، ومع داك العياء ديال لابيست لقيت كتافي صافي طاحوا عليا. الصباح تربي نوض ونعاود نرجع، نوض ونعاود نرجع، يعني ما خرجت من تماك فين نعست حتى شي من لوطيل تقريبا حتى شي 9 ونص بحال هكاك. عاد خرجت مشيت بدلت زيت الموتور، لانه ضربت به واحد المسافه كثيره، راه فت 1000 كيلومتر على ما اعتقد، واخا ما لقيتش داك النوع اللي تنختار من الزيت، ولكن درت وحده قريبه ليها شي شويه، لان الزيت مهمه بالنسبه للموتور. الموتور وسيرتو هاد الماطر هكا اللي تيكون عندهم غير داك نظام التبريد، تيكون غير والبرد صافي والليير، هادو تحتاجوا انك تبدل لهم الزيت يعني بشكل منتظم، ما تخليش هذيك الزيت فيهم تتحرق. كاينين بزاف د الدراري تيخليو الزيت تتحرق تيرجعوا لها شي طريقه، ما الا كنتي في المدينه راه ما كاينش المشكل، كيف قالوا الموريتانيين ما عندك مشكل، رغم انه هذاك فاش تحرق حتى الزيت هذاك الموتور انت تنقص ليه هذيك المدى ديال الحياه ديالو، لذلك من الاحسن انك تبدل ليه يعني الوقت، تبدل ليه الزيت في الوقت. دير ليا في ليصاص كمل لينا حتى اللقطه في العكس. بسم الله. فخرجت من زاكورة وكان خاصني نضرب 131 كيلومتر باش نوصل لفم زقيط، وهذا النهار كان الريح قوي بزاف، الحاجه اللي خلات الصوت ديالي ما يتسمعش وانا سايق، وحتى الشانتي كان في بزاف ديال المرات تيكون عامر بالرمله، لدرجه ان هذه الرمله تتعرقل حتى المطر الكبار. واللي لاحظ في هذا الطريق هو ان السيركيلاسيون فيها قليله، واغلب الناس اللي تلاقيت بهم اجانب، سواء بالمطر ولا بالكارافان. ومن بعد 120 كيلومتر غادي نوصل لمحاميد، ولكن ماشي لغزلان. هاد البلاصه هادي سميتها المحاميد، دابا كاينين جوج المحاميد، كاين هاد المحاميد وكاين المحاميد لغزلان. وهنا الدوره واحد الطريق تديك الورزازات، وحدة تديك الفم زقيط. انا كنت نقول علاش هذاك المحامي تيسميوه المحامي الغزلان، ممكن حيت تيبغيو يميزو على هذا، لان هذا المحامي فقط. عاد كاين المحامي خلاص ديالنا في مراكش، ولكن هو راه يحي هادو فيلاجات. وهادي فم زقيط اول فيلاج أو شي حاجة، تو شي ديسير إلا كاين.
السلام عليكم. شفتي واحد المنظر كاين هنا رائع. شوف ليه الجبال وهنا الرمله في هذه البلاصه هذه. شوف الرمله ويتبان ليا واحد البوزيسيون زوينه يتشدوا التصويرات الموتور هكا. انا نوريكم التصويرات اللي شديتو هاي هكا راه تتبان ناضيه. يا سلام. دابا الشلالات باقي لهم 40 كيلومتر ان شاء الله. انا دابا كاين في تيسنت وكاين حدا هاد الشلال هذا شلال عين عتيق تقريبا ما بعيدش بزاف على الفيلاج. يلا بعيد شي 700 حتى 800 متر. وقفت حطيت الموتور ليه راه كاين ليه حدا القنطره. بالنسبه لهاد الشلال هذا جاي من جوج عوينات. واحد العين كاينه في واحد الدوار هنا على ما اعتقد سميت هذاك الدوار تيزيندا، وواحد العين اخرى جايه من 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 اقا. دابا داك الماء اللي جاي من اقا تيكون مالح وتيتلاقى مع العين اللي جايه الاخرى تتكون حلوه وتعطيو هنا على حسب ما قال لي واحد الدري ولد المنطقه. قال تعطيو واحد القوه مختلف وما مالح ولكن واحد شويه فيه واحد الملوحيه زوينه. وقال لك الناس هنا واخا قال لك عندهم الماء في الديور وكل شيء تيجيو تيسقيو ولكن ما تيسقيوش من هاد البلاصه هذه. تيمشيو قالك طال واحد البلاصه واحد الساقيه كاينه في الاخر وتيسقيو منها قالك تيكون فيها واحد الماء اللي زوين. قالك قبل الفطور تيمشيو تيسقيو الماء ديالهم عاد تيعاودو يهبطو. وهاد الماء هذا راه تيدوزو لشي واحد راه دزت عليهم. دابا نحط لكم الفيديوهات ديالهم شي واحد يعني اللي واعرين بزاف. وانا في الغالب تيبان ليا غنبات في هاد البلاصه هادي حيت عجبني المنظر فيها. شوف هاد القعيده هادي يا سلام قاعد تتمنظر وتتصنت لهداك خارير المياه. بلاصة اللي زوينة قالوا لي يعني هادوك الدراري بينا وقت وقت الصيف تيكون هنا عامر بزاف. وهنا راه غارق قنيد بزاف داكشي علاش يكون عامر حيت هنا اصلا المنطقة تكون سخونة يجيو الناس يتبردوا. ولكن تنعتقد ان احسن وقيتة ممكن تجي هاد الوقيتة هادي. اول حاجة تيكون خاوي ثاني حاجة تيكون ما تيكونش هنا بزاف سخون عاوتاني بحال هذاك الوقت لان النواحي الطاطا تيكون سخان بزاف في الصيف. شوف سبحان الله العظيم تعجبني الطبيعه ديال الصخور في هذه المنطقه هذه غريبه وعجيبه سبحان الله العظيم. تجيني بحال داكشي ديال المريخ داكشي تيصوروا لنا في ناشيونال جيوغرافيك. دابا واحد شويه نتسارح وديك الساعه نمشي نقلب على شي بليصه نخيم فيها. على محمد ولا 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 كاين محمد. هذا البيت الثاني اللي ماركا الثالث لا هذاك الاخر اللي طول هذاك الطول هذاك اللي طول هو اللي ماركا البيت الاول. هذاك اللي ماركا البيت الثاني هذا اللي فات 3-0. نشوف هذا البيلانتي هذا انا جبت على الارض تاع شافها واخا بعيده كان شحال هادي هو كيحمر كان ليه وشافها ولا الدري اللي شافها واقيلا هاد الاربيط هذا وراه كيحرس وكيلعب وكيحكم فهمتي والو صناعي ارزق ما ضيعش الحمد لله ارزق سير شوف بيضيع ولا بيماركي هذا واحد هلا هلا حسن هلا هلا. صباح الخير نهار رمضاني جديد من هاد البلاصه هادي شلال عين عتيق ولا تيسنت. البارح كيف شفتو بقيت جالس تماك حدا الشلالات وكنت مقرر انني نمشي لهذيك البلاصه جهه الجبل تماك فين بين خيم. صافي واحد اللحظه طابيت النوض مشيت ليا يلاه بغيت ندير الكاسك حتى جاو عندي هذوك الدراري ولاد المنطقه تيشيروا ليا من ليه بلاتي صافي بقيت نتسناهم جاو عندي
هكا قالوا لي ما عادش فين بغيت تفطر. قلت راه جاي معايا المسائل ديالي كلشي، راه نفطر تماك وعندي حتى العشاء ديالي عندي كلشي. قال لك لا حشومه، قال لك اصاحبي يلا معنا، قال لك الدار تفطر عندنا. فهمتيني انا صراحه طلع حشمت منه صافي. وليت مشيت معاهم، جينا تفرجنا في واحد الماتش تاع الكره دايرين واحد البطوله رمضانيه، وصراحه طلع داكشي على اعلى مستوى، تنظيم زويان ودايرين بالتحكيم وكل شيء صافي. السلام عليكم سيدي، سيدي بخير لاباس عليك الله يحفظك. والناس هنا دراوش الله يعمرها دار بزاف صافي. وليت مشيت مع هذاك الدري، تحيه ليه اشرف وتحيه للوالد ديالو ودارهم كاع كاملين وخو سي محمد. صراحه طلع استقبلوني واحد الاستقبال اللي زوين، ولينا فطرنا بهذيك البركه اللي قسم الله، مشينا صلينا التراوح صافي. من بعد جينا عيطوا لنا دوك الدراري قالك تحضر معنا التدريبات ديال احواش. وواحد القضيه اللي لاحظت فيهم هما دراري يعني في هذه المنطقه هذه عندهم واحد الطموح اللي كبير بزاف، فاش قاعد تماك في الكره تيهضروا عليه على الكره، والناس بغاو الدراري بغاو يوصلوا لنيفو عالي. وقالت لي الفريق صغيره نادي هنا قال لك تيطمحوا انهم يطلعوا للقسم الشرفي، كاين دابا في الالعاب الاقليميه من بعد قال لك يطلعوا للالعاب الجهويه. بالنسبه لهذوك تاع احواج حضرت لهم انا التدريبات، انا نحاول نحط لكم واحد المقطع صغير. وداك الشيء صراحه طلع عندهم زوين ورائع، والطموحات تاعهم كبيره. قال لك ابويا باش نعودوا ندوروا في المغرب كامل، وعلاش لا اننا ندوروا كاع نطلعوا نخرجوا خارج البلاد. وعندهم واحد الباج غنحطها لكم، المهم الا قدرتوا انكم تسيبورتيوهم سيبورتيو هاد الدراري، لان تقريبا كاع كلهم غير دي جون 20 عام 22 19 حتى 22 بحال هكا. والجميل في الامر انهم تيمارسوا هاد الهوايات هادو ديالهم، ولكن في نفس الوقت يعني مشبرين في القرايه ديالهم. هذه الحاجه اللي عجبتني فيهم بزاف. الفرقه سميتها على ما اعتقد نجوم تيسنت، شباب نجوم تيسنت فرقة، وداك الشيء زوين. دابا نحط لكم واحد المقطع منه. وبالنسبه للاحواج كيف شرحوا لي هذوك الدراري، انهم تيبداو بواحد الريتم اللي ضعيف، وما عندهم احواج هنا مختلف على المناطق الاخرى. تيبداو بريتم ضعيف وتيبقاو غاديين تيطلعوا غاديين تيطلعوا غاديين تعاودوا تيطلعوا توصل للريتم العالي. دابا نحط لكم داك المقطع غادي يبان لكم البلان كيفاش فيها، نحط لكم فاش يكون الريتم منخفض وفاش يكون الريتم عالي. بالاضافه لحاجه اخرى، مثلا في الاعراس تيكونوا جوج فراقي، في الاول تيبداو بالتبريكات للعروسه والعريس هما الاولين، عاد من بعد يعني تيبداو بحال قلتي واحد المواجهه بين هذوك الشعراء، يعني تيكون شاعر في هذه الفرقه وشاعر في هذه الفرقه، وشكون اللي غادي يقول واحد الشعر اللي حسن من الاخر، ولا شكون كيفاش كيف تنقولوا حنا شكون اللي غادي يسكت الاخر. يعني واحد الثقافه اللي زوينه بزاف صراحه. طلع عجبني الجو البارح هنا بزاف. فشكرا لهذوك الدراري كاملين، الدراري تاع تيسنت. وعلى فكره تيسنت تعني هي الملحه، لان هذه المنطقه هذه تاريخيا كانت معروفه انه تتباع فيها الملحه ولا التجاره ديال الملحه. فكيف قلت لكم البارح هاد العوينه اللي جايه من هنا راه هي مالحه شي شويه، يعني دوك الترصبات اللي تيبقى، وكاين واحد الدوار قالك على الحدود الساعه باقي تيتاجروا فيها، ولكن اغلبيه الدواير ما بقاوش يعتمدوا عليها كمورد رزق اليوم. ففي الغالب يعني التمر عندهم شي فدادين تماك، يعني تيديروا التمر والفصا تاع البهيمات اللي تيديروا، رغم انه راه كاين هنا شويه الماء ممكن انهم يطوروا كاع يديروا اكثر من هذا الشيء تاع الفلاحه. هذا ما كان. دابا ان شاء الله نشدوا الطريق التاليوين، ما عادش ندوز لطاطا، انا خلي طاطا قدامي وغادي ندور على يدي اليمين، ندوز من واحد الطريق واحد الطريق اقليميه صغيره تماك تمنظروا فيها. هذا ما كان. السلام عليكم. دابا غادي نخليو هذا الطريق هذه اللي غاديه هكا، هذه غادي تدي للاقا وغادي تدي لطاطا، وممكن تخرج منها لتارودان، وغادي ندورو من هذه غادي ندوزو على اقا ايغان،
ومن بعد غادي نوصلوا للتالي وين ان شاء الله. هادي فريمون طريقي صغيره غادي تبان لكم، غير نديروا الديبار فيها وغادي يبان لكم كيفاش دايره الطريق. وكيدا نعتقد انها غادي تكون طريق زوينه لان جات شي بلايص وسط الجبال. عاد المنبع ديال هذاك شلال العتيق كاينه هنا في شي بلاصه، راه من هنا تيبان لكم. شوفوا النخل كيف داير، كاينين شي بلايص في المغرب فريمون يستحقوا الزياره، لان انا بالنسبه لي انا هكذا نشوفها. السياحه ماشي بالضروره ان خاصك تشوف الخضوره والماء واحد الشكل اللي كبير بزاف، فيكفي انك مثلا وسط هاد الصحراء هادي تلقى واحد المنبع تاع الماء، راه تيعطيه واحد النغمه وواحد المنظر اللي روعه. شوف المنظر ديال هاد الطيور هادو كيف دايرين، منظر رائع. هنا باقي تيبنيو بداك تبنيو بهذاك الطوب، بداك الحجر مع 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 الطوب، مع الطوب الاحمر. انت شوف كي دايره واحد الطبيعه هنا، يا سلام. فهنا هاد البلايص هادو الا جيتي لهم مثلا في شهر 10 وشهر 11 غادي تبرع وتتمتع بالتمر، لان هنا بلاصه التمر وعندهم واحد التمر اللي رائع بزاف. هذوك الدراري نيت البارح حطوا لينا في الفطور واحد التمر، قال لي هذاك الدري سميتو بوفقوس على ما اعتقد. هاد التمر ديال كي بحال شكل المجهول، ولكن هو رطب شويه على المجهول، التمر ناضي يا سلام. يعني الا جيتي في هذيك الوقيته وبحال الانسان جا معاه طوموبيل ولا شي حاجه، تقدر تقدم من هنا تشري من هنا التمر بثمن اللي رخيص، وبدي تشد كاليتي اللي مضمونه. حتى الناس هنا فاش غادي يبيع لك التمر ما غاديش يجي لك مثلا بحال مثلا واحد غادي يبيع لك مثلا في المدينه، غادي يعطيك الكرتونه الفوق فيها دوك اللي مزيانين وسط العيانين. لا هنا غادي يعطيك كل شيء غادي تشوفه بعينك، غادي يعطيك شي حاجه اللي ناضيه، وزيرتو في الوقيته ديالو تكون موجود بزاف. هاد البلاكه اللي درت معاها ماشي هي البلاكه الصحيحه، دابا دايرينها هنا ولكن هما غالطين هنا. يلا تدورك وتدورك على واحد الدور وتعاود تجيبك نفس البلاصه، وامشي درت وعاود ترجع حتى تشوف الجي بي اس. اكاين شي حد شي محسن كتب لتحت راه على بعد 300 متر وماشي هنا. هي دابا البلاكه مزيانه، عقايق غان 20 بني يعقوب 75 تاليوين 152. هو فيلاج عقايغان، السلام عليكم. الواحد هو اللي كاين الواحات كبار في هاد البلاصة هادي، شوف تبارك الله. دابا هادو راه مقسمين، يعني كل فدان ديال شخص بحال هنا هما قاعدين واش تيجي يديرو الفصا، الفصا ولا القمح هذاك اللي دايرين تما. القمح هادو دايرين شوية القمح، القمح ولا الشعير بدات ينوض تبارك الله. السلام عليكم. درس لي بخير؟ طلعتي من تحت هنا؟ اييه واحد من الموطو بحال هكا ما خليتيش لتحت. لا بلاصه ما عملت على لجنه الطريق. لا ما بانش ليا، بان ليا غير هذوك الدراري راهم بهذاك الموتور صافي. لا من تحت كاع قبل ما نطلع. قبل ما نطلع اش لابس هذا السيد؟ يمكن غير يكون لابس جلابه ولا فوقيه.
لقيت انا واحد ولكن لقيتو ليه قبل ما ندخل كاع على الطلعه هادي قبل ما نطلع وما عندوش موتور بحال هذا عنده داك اللي فيه بحال هذاك راه هو اللي ليه بحال هذاك اللي فيه 36 لا ماشي هو لا. هو راه تحت ما لقيت انا الطريق كله يا خاويه ما كاين مشكل الدنيا هانيه الله الله يسر الامور هاد هادو كيدايرين سبحان الله عندهم واحد جوج كيدايرين شوف كيدايرين سبحان الله مختلفين بزاف شوف هاد المعيزة هادي عندهم هذاك الصوف كتير بلاتي هاليمونه زيانين يا الله يسر الامور الله يحمل دي الدنيا هانيه طيب ما يسمنك هشام 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 اي اللي غادي تهدي اللي غادي تهدي صابط لهنا خصك تسنى شي حد راه عامر هنا ايوا يقطع مرته اوه انا هو ان شاء الله كيف بالكور تسوي ذي كان بنيك بنيك كله صغار وصغيرك كله لحسن لحسن ذي كان بلحسن أنا قرب ربي فهمت ما كنت هوي انا نصلي قبلها هكا هي قلتي لي قبلها لا الموتور الطقيعه يلا سي محمد هاك يعاون ربي هاك يعاون ربي يا قمه السلام عليكم قرب يتقاد لي ليسانس ودزت على واحد الدوار سولت قال لي هذاك اللي تيبيع راه ساد ما كاينش دابا طب الله زيت معايا واحد الريزيرف تا كنت غادي وانا نقول هذاك السيد عطيني شي تروح حطو يا ريزيرف
ونفعنا. وفي حالة الطرقان ضروري يكون عندك الريزيرف، لان البومبات ما كاينينش دابا. راه تقريبا شحال ضربت؟ راه تقريبا شي 170 ولا 100 تقريبا هكاك 170 كيلومتر ما فيهاش شي بومبا كاع. حتى الضوا ورقوا له صغار، داك الضوا الكبير اللي زدت منه ما لقيتش فيه ليسونس، هذاك اللي تيبيع ما كاينش. يا بسم الله. بقات شي 27 كيلومتر على تالي وين انا نشوف الى لقيت شي صانت شي بلاصه. انا ما ندوش لتالي وين، هي الاولى ندور التسليت هي الاولى عاد نرجع لتالي وين ان شاء الله. دابا التسليت ما بقاش ليها بزاف، لا شي 7 كيلومتر وندخلوا ليها ان شاء الله. ولكن يطلع بزاف والطريق شويه معوجه فيها الفيراجات بزاف وصغيره، الا ما رديتيش فيها البال هزك الماء. 6 كيلومتر غيال 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 هنا الديور كي دايرين بحال داك السيستيم اللي كاين في تيزين داست. حالو هاك الديور هذا ضربو من الزلزال، شوف الديور اللي ضربو من الزلزال. تيسلت انا راه شتاير في المابس وعجبوني التصاور ديالها وقلت نجي ليها. المهم غتكتشفوا معايا دابا كي دايره هاد البلاصه هادي، واش ضربنا هاد الطريق اي فابور ولا تستحق لي فعلا. بالنسبه للطريق ليها كاينين بزاف طرقان، كاين هاد الطريق منين جيت انا وكاين عاوتاني ممكن الا جيتي من جهه تيشكا على ورزازات. قبل ما توصل لورزازات تلقى واحد بلاكة على يديك اليمين مكتوبة فيها تازناخت وأكادير، غادي تدور معاها تتفوت تازناخت كتجبر ليك واحد البلاكة أخرى فيها أسايس. هذيك البلاكة تاع أسايس تدخل شي 27 كيلومتر بحال هكا. أسايس هو هذاك، هو هذاك الدوار اللي ليه، وهي تتفوت وتدخل هنا شي 3 كيلومتر اللي عاطياني دابا تاع البيسي باش توصل لهاد البلاصة. ولا عاوتاني الا كنتي جاي من جهه تيزين داست تجي على تيزين داست تتوصل النيميرو ولا الزاويه تتفوت تا فين قلت وتدخل تاع تا فين قلت توصل الزاويه تدور على يديك اليسر بحال غادي لاولوز صافي تتفوت اولوز تاليوين وتتزيد تتبان لك عاوتاني بلاكه فيها اسايس تدخل معها نفس الطريقه. دوار كاع كاين هنا، يعني شوفو هنا واش غادي على الطريق الصحيح ولا لا. راهو ما راهو ماشي هو مو دوك الصخور. ثم واحد المنظر سبحان الله. لا لا شكرا. السلام عليكم، اتنا لوقتك ما بخير؟ لاباس دار؟ الله يلا بخير تجيج اتنا لوق بخير. اه الا بنوصل لهذوك هذوك تيسليت واش هي على الرجل؟ خاص على الرجل ياك. تحط الموتور الموتور هنا ولا ينزل الموتور به؟ لا لا برجلي. برجلي هاكا شحال باش بعد على بالرجل شي تسعة؟ راه تايقول لك. لا لا لا
لا بغيتي نشوفهم بغيت نرجع. واخا الله يرحم والدين. هادي هي تيسليت ولا لي غورج تيسليت، سبحان الخالق، يعني فيها واحد المنظر تيخليك تشوف ابداع الله سبحانه وتعالى. الدوار راه خلينا ليه، كاين ليه الدوار، كاين شي 10 دقائق ولا 15 دقيقه على حسب المسيه تاع الرجل. وصراحه الله فيها واحد المنظر، شو سبحان الله العظيم، سبحان الله. انتم لاحظوا هذا التضاريس ديال هذا الجبل هذاك، سبحان الله كيف دايرين التضاريس تاع هذا الجبل هذا. الكاميرا كانت تسحبني واش تتصور ساعة وقفات حتى هي من جمال هذا المنظر هذا، توقفات على العمل. ندوزو من هذه البلاصة هذه من هنا، تشوفوا واش كاين من الجهة الأخرى. هما تقريبا الطول ديالهم شي 700 حتى 800 متر بحال هكاك، وزوينين عاد تحس هنا بواحد الراحة نفسية رائعة بزاف. الانسان مثلا الى بغى يحيد شويه ستريس شويه ديبرسيون داكشي، يجي لهنا ويجلس. كاين بلاصه فين تيخيمو الدراري، هنا اصلا تيخيمو الدراري، ندير كيف شي متاع. كاين الدراري تيخيمو في شي بلايص هنا، مع انه هنا شويه صعيب، لان كيف تشوفوا راه الواد في اي لحظه ممكن انه يجي. والا كاع بنادم ما بغاش كاع يخيم، راه عنده فرصه انه يجي. كاين هنا واحد الميزون دوت يرتاح فيه وينوض مع الصباح بكري ولا في العشية، ويمشي يجيب شي دويرة يتمنظر في هاد المناظر هادو هو يرتاح مع راسو. انا صراحة طلعوا ليلة عجبني بزاف، عاتي الشكل ديالهم شوف كي دايرين سبحان الله العظيم. اما تقولش انت قاعد في كوكب الارض، والله ما تقولش قاعد كوكب الارض، بحال داك داكشي داكشي تيبينو لك تاع مارس وجوبيتير وداكشي الكواكب الاخرى. يعني هاد الصخور تعرضت لعوامل لحد كثيره تجعلت انه تعطينا هاد الهندسه المتقنه. شوف كي دايرينها سبحان الله. ما عرفتش واش الكاميرا تتنقل داكشي اللي تنشوف بعيني. شوف مثلا من هنا هاد الفيو هادي هادي اللي عطيكم دابا هكا، شوف كي دايره سبحان الله. وحتى الهواء ما عرفتش شي في هاد الوقيته هادي ولا كاع اوقات تضرب فيك واحد الهواء. انا كنت عيان والله الا ضربني هاد الهواء عتي حسيت براسي ارتاحيت. مازال هنا قالوا لي الناس، قال لك الا كان فيه الماء تيكون حسان، ولكن الله يرحمنا هاد الاعوام هادو اللي دازوا على المغرب تاع الجفاف. هو ماشي المغرب، يعني بزاف البلدان في العالم اللي خلاو ان بزاف البلايص ما تبقاش عندهم هذاك داك الشاغم اللي كان عندهم في شحال هذا. الماء سبحان الله العظيم تيزيد. حتى هنا تخيل دابا وكان الماء تما كاين شويه الماء وكان الماء وتتشوف هاد المناظر هذا، يا سلام. ارجعوا دابا ان شاء الله نقعد في شي بلاصه انا نتسارح، عاد ديك الساعه نشد على رجليا واخا عاود نقول للمره العاشره هاد الصباط هذا عاد يعذبك في المشيه. هو انت تركب فيه في الموتور هو مزيان ناضي، تيدخل لك لا برد لا ماء لا عجاج لا رمله لا والو، ولكن في المشي خصك يكون عندك الركابي ديالو. فهاد البلاصة هادي نفطرو بعدا نكسرو الصيام، عاد ديك الساعة نعاود نكمل. مبقاش ليا بزاف الولاد بالرحيل شي 22 كيلومتر، ولكن دركاتني المغرب بسم الله. عاطي والله إلا من أجمل الحويجات هو هاد الفطور هاكا اللي تتفطر في تتفطر هاكا في الزنقة، والله إلا رائع. ما عرفتش واش عمركم جربتوها ولا لا، لكن عطيها واحد الاحساس في الطريق فاش تشدك هكا وتفطر ربعة، يا سلام. هادي ثاني مرة في هاد الرحلة هادي تنجرب هاد القضية هادي زوينة. السلام عليكم، نتلاقاو. ما عرفتش واش نقدر يكون هذا هو الاخر تاع الفيديو ولا مونتي مع شي فيديو اخر، ما
في الغالب يكون هو الاخر. السلام عليكم.